ما تزال مباهج القديم تفرض نفسها في تفصيلات الحياة الرمضانية في محافظة حضرموت، حتى بات لكل مدينة ما يميزها من عادات، خاصة في فعالية الختائم التي تأتي بعد ختم القرآن الكريم في أغلب مساجد حضرموت بساحلها وواديها، وتبدأ من ليلة السابع من رمضان وحتى ليلة التاسع والعشرين. ما نعهده في السابق مثل ما رتب أسلافنا أن الختومات هي من ختم كتاب الله عز وجل، إلى جانب الختومات طبعا هناك تقام عزائم في هذا الشهر الكريم، جانب تراحم بين الناس، وهذا شيء أيضا يعود إلى أن الناس في لحمة وفي تقارب. للأطفال النصيب الأكبر في فعالية الختائم، حيث يرتدون الثياب المناسبة ويجوبون شوارع الأحياء مع ترديد عدد من الأهازيج الشعبية القديمة التي تضفي نوعاً من الفرح، وصولاً إلى موقع توزيع الختامة كما تعرف في حضرموت، وهي عبارة عن حلوى يتم توزيعها لتعلو الفرحة وجوه الصغار. مسجد النور بعرض على بن سعيد في فرحة الأطفال وفرحة الأجداد، بالذات تمثيل الحضرمي التراث الحضرمي الأصيل. نشكر كل من حضر التغطية الإعلامية، ونشكر كل من الأطفال الأولاد الصغار والشياب والشيبان. أبرز ما يميز الختائم في أغلب مساجد وادي حضرموت إظهار الموروث الشعبي الحضرمي من خلال لوحات تراثية، كإظهار العادات القديمة للزواج في المحافظة عبر موكب الجمال، مجسدة الحياة البدوية بمختلف أشكالها، ناهيك عن عروض للزي الشعبي التقليدي وبعض الفنون الشعبية القديمة الهادفة لتعريف الأبناء بموروثهم الأصيل. حدا مسعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون.